ما تخجل، ما تختشي، عادي من حقك. ما هو ده تصويت هنا في المعمدة، مليون تم، مبروك، تحياتنا. طيب حلو، طيب الناس في كمية بتاع التصويت معانا، ناس جبل مون تحياتنا ليهم. الآن ناس جبل مون جاهزين، ناس زرق في جحزرك هناك جاهزين، ناس الجنينة جاهزين. هيا ورونا ناس نيالة انتم، وناس الفاشر وناس زالنجي، هيا. طيب أن احنا بعد ده في المحلة دي نكون أو لا نكون، ركزوا، نكون أو لا نكون. لو نحن بقينا حركة مسلحة، حركة مسلحة بيكون عندنا قطاع معين وفيها رؤساء وكده وكده وبيحكمونا. لكن لما نلقى مليشة في القطاعات دي كلها، نحن نلقى مليشة، أول حاجة نقطع الطرق. شفت، نقطع الطرق ويكون في اتصالات بيناتنا، لأنه هم بيتجمعوا تجمي، لو ما يتجمعوا الجنجبيل ما يقدر يحجب المنطقة. فنحن نقطع لهم الطرق ويكون في اتصالات بيناتنا. تمام؟ بعد ذاك لما نضرب اتجاه اللي فيه ضرب كتير، نحن ندعم بناس، هو يا ناس الجنينه، هو يا ناس كده، ناس زالنجين، ناس المهم المناطق دي. طوارئ شنو؟ تقوم شنو؟ تدعم هناك المحله ديك، لانه المحله ديك فيه سخانه. كده بنشتت افكار بتاع انت شنو الجنجويد؟ الجنجويد هو دعم سريع، صح ولا ما صح؟ الجنجويد ده هو دعم سريع بس، ثلاثه ولا اربع نفر مع الحركات المسلحه. طيب انت مع الحركات المسلحه يا تو حركه، اكتبوا لي. الناس كلهم كتبوا تم هنا، تحياتنا والله، شغل ماشي صح وشغل. طيب بالنسبه للدعم، في ناس من حلفه، وفي ناس من القضارف، وفي ناس من الخرطوم، وفي ناس المهم من الشرق، قالوا نحن ابناء دارفور ومولودين في الشرق. اسمع الكلام ده كويس، شير الله يبدا يزول، شير شير يا ناس. اربع ولا خمسه نفر مع الحركات جايكم، موضوع حركات جايك انا بعدين. قالوا دايرين ندفع يا احمد، اتصلوا علي، لكن ندفع لبنوك ديل اولادكم يا جماعه، كميه بتاعت ناس. ونحن ديل احلنا، اي زول موجود في الاتحاد الاوروبي ديل احلنا، ان احنا قاعدين ناكل بفضل احلنا ده هنا. اللقمه تدخلها هنا ده ده طيب واحد من ناوي. طيب قاعدين ناكل بفضل احلنا ديل يا جماعه، شايفين؟ ديل احلنا يا جماعه، ديل احلنا، ديل مش اهو، ديل 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 ديل. طيب ده مش احلنا اهو، القاعدين وحس النزه جدا. طيب مش الخواجات عارفينكم كلكم انه ديل اهلكم، وهم اللي اتحدوكم، هم الناس اللي اتحدوكم، الجنجويت والحكومه السودانيه اتحدكم بابر الناس ديل. مش نحن يعني اي زول استلم ورق ولا انا كذاب، يبقى الناس ديل نجيبهم معهم كيف؟ نحن قاعدين في الخارج هنا ندعمهم، نحن نشتغل معهم اعلام، نوحد الناس بابر الصفحه، والصفحات كثيره برضو طبعا، ما نظلم الناس، كميه بتاعت مناضلين انا اشكرهم جدا، تحياتنا لهم بدون ذكر اسماء. فالناس دي ان احنا ندعمهم. اما الناس اللي قال لك في حلفه وفي القضارف وفي الخرطوم، قالوا نحن يا احمد دايرين ندفع، لكن ندفع لمنو؟ انا بناشد الناس اللي عندهم جروبات، والناس الثقات الموجودين في امريكا والموجودين في الاتحاد الاوروبي هنا في فرنسا وفي بريطانيا، اتصلوا لاولاد اخوانكم وروهم، وجهوهم الجروبات وين الناس الثقات علشان يدفعوا. هم اخوانكم، لكن هم اصلا كانوا قاعدين في القضارف، وكانوا قاعدين في الخرطوم، وكانوا قاعدين في المفازه، وكانوا قاعدين في الحواته، وقاعدين في اتجاه صعيد القضارف، ووصلوا معاكم هنا وقالوا دارية يدعموا اهلهم هناك في الارض، وبالذات جبل مون منكوبه، وهو كل البلد دارفور منكوبه، لكن الان نحن في جبل مون. فالناس دي وروهم الجروبات عشان يدفعوا معاكم يا جماعه، دي قروش بيزنس، ضربوا لي عادي. لكن قلت لهم انا زول اعلامي شغال في الاعلام، بقدر بوحد الناس، بوحد وجهات النظر بين الناس، رخمي خلافاتنا وقطيع الزلط حقنا، زمن الحر نحن بنجيب مع بعضنا. طيب وروهم يا جماعه الجروبات عشان يقدروا يدفعوا لي. طيب تمام، جاهزين، تمام، تحياتنا زغو، تحياتنا قدام يا زغاوه، تمام قدام، ما في مشكله، نحن اتوحدنا. الناس اللي هو تعبين، كم نفر كده هو تعبين لعبد الواحد هنا وتعبين لمني، قال يا اخي هو انا دار اقول لكم حاجه، انتوا تعبين ليه؟ نحن فلسفه لك 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 ما بنفهم، انا نحن ما دارين فلسفه، انتوا رايكم شنو هسي ما في البلد اللي قاعد يحدث فيها ده؟ نجي نتكلم مثلا سياسيا، افتكر واعتقد وانه وانا وارى فانه وحيث كذلك، والحكومه قوم بتاعت عبورتك
حبيبنا هوي فلسفة ما بنفع. أنا كنت عليك داخ، ما في فلسفة في المحلة دي، في نكون أو لا نكون، فماذا أنت فاعل هنا بس في المحلة دي؟ نزلني هنا في المحلة ده، أنت ما متعلم أكتر من الخواجات، الخواجات متعلمين وعساكر وبيهموا أرضه وإرضه. والله تعمل مقارنة بين شهادتك الجامعية مع واحد عسكري خواجي شايل بندقية هنا بحمي إرضه وأرضه، والله العظيم والله جنبه ما تجي، شايل بندقية كيف وقاعد في الأحراش. لقيناه من العساكر قاعدين بين إيطاليا وفرنسا، قاعدين في الأحراش في الجبال في الأحراش، واحد خريج شهادته يعادل شهادة واحد سوداني 16 مرة، متوهم ولا شنو؟ أنا نحن عاجلا أم عاجلا نحن نقيف مع ناسنا دي، وهم حاجة الدعم. الليلة يوم كم؟ 29، الدعم طوالي، ها نهاية الشهر قرب، ناس تعصر وما تقول أنا بدفع شهر وشهرين وثلاثة، لا 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 لا، برنامج برنامج ده أفضل من برنامج بتاعت 2003 على فكرة، وده نهاية الجنجويد، برنامج ده وسخ جدا أوسخ من بتاعت 2003، هم جايين بسيناريو ونحن جايين بسيناريو ما في زول يتحكم فينا، ما دايرين رئيس حركة ولا دايرين تنظيم ولا بتاع، لا 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 لا، ها طق نيم بس، هاي طق نيم، تعرف طق نيم بس، كلنا مليشة، ناس في الداخل في الخارج يدعموا ببزنس يضربوا بالاعلام يوحدوا الناس، والناس اللي في الارض يشوفوا شغلهم ده وحدتنا. طيب دارين نتوحد، نتوحد بكيف؟ بسلاح؟ ما ممكن، انت ما عندك سلاح، انت قاعد في رقعه جغرافيه معينه ودار تتوحد معانا وما عندك سلاح، اول حاجه اشتري سلاح حبابك الف، ما عندنا معك مشكله، ولو دار تجينا في محلنا نحن عشان تخلي وطاتك انت برضه فاضيه نحن، وانت ما عندك حاجه تشتري بها سلاح، حبابك الف تعال لنا، تعال حبابك بنقبلك بنديك بندقيه تقعد معانا، لكن لا انا ما دايرك كده، انا دايرك تقعد في محلك الرقعه الجغرافيه اللي انت قاعد فيها وكلكم تكونوا مسلحين، عشان انتوا تكونوا مسلحين بجاي ونحن بهنا وديل بجاي وديل بجاي، نكونوا قطعين طرق هنا للجنجويد، نقطع لهم الطريق واتصالات بيناتنا، تك نيم جرو بغادي دير تكون بجاي، دق بجاي دير يخبطون بجاي، دير يشيلون موزه بغادي دير تكون بجاي، دق دق. وزراعتنا معروف انتهينا من البرنامج ده، قشنا قش حقنا ما هو في اراضينا يا اخي، قشنا دايرين ندي كبريت ما دايرين نظافه، لا دايرين قش لا دايرين بطيخ، ناكب لك كبريت ياكلوا النار، دحايم ياكلوا السم اللي يسمموا زراعتنا نحن، ولا نقول زراعنا شغالين حصاد، ترش سم بس زط 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 زط. الحرب ده مع كده، الحرب ده تستخدم يا اخي، الحرب ده الخواجات بيضربوا بطيران صح؟ طيران وسلاح رشاش ومدافع والقام، القام ده بيسووه شنو؟ ما بيسووا لك لقم في الوطن، دول يجي يفجر برجله كت بيعطلك، عشان الناس لما يجوا ماشيين ثاني اي زول شاف كره واخوه مقطوع في المحل دي ما بيجي طبعا صح؟ الحرب كده تستخدم كل الوسائل، كل الوسائل الضغط. الليله الجنجويد في النهايه نحن لما اشتغلنا شغل داخل يوم امس، امس ما اشتغلت انا عيان ليوم الليله تاريخ الليله عيان، لكن ما مشكله. فالجنجويت لما بقينا نسرب لهم المكالمات الصوتيه، الكلام ده نزل مكالمه صوتيه في الجروب قال لك راسه ضرب ولا ما ضرب؟ يا هو ده نكرره ثاني عشان يسمعوا ثاني، عشان يمشوا بإشحال، عشان يمشوا بإشحال بتاع ده ولا مش، عشان يمشوا بإشحال نكرر ثاني عشان يمشوا بإشحال. طيب مساء الخير يا شباب الدولة العربية، السلام عليكم يا شباب طيبين، الأخبار كيف الصحة؟ والله يا أخي أنا جدا مستعجل وما عندي زمن ده أقدر أراجع الرسائل فوق، لكن جيت والله صراحة متفاجئ تفاجئ كبير مرة واحد من صدم ذاته والله. هسه حاليا حاليا في لايف اللي احنا كثرة شغال حاليا ده كويس، اللايف ده فوق تسجيل صوتي للرسائل حقت يعني العرب في كلهم في الوحدات في الوحدة العربية وفي المجموعات الآخر اللي بتكلموا عن مشاكل جبل من وتجمع العرب الولميس واللميس ده حقه بعرديب وتجمع العرب من كل المناطق ده. هسه حاليا زود عندي تسجيلات شقاله لسه قاعد اسمع فوق مع الاخ محمد مدري جو، والله العظيم قاعد اسمع فوق كل الرسائل الصوتيه اللي احنا بنجيبوها هنا، رسائل صفر بنردوها بنتعامل بها وبنعرف بها الحقائق حق النازل، كل ده حاليا زود عندي له شقال بها قاعد تسجل مسجل عفوا وقاعد بسمعها للناس اكلها طبعا صح؟ طيب عشان تعرف انه ما في حكومه اصلا اصلا، الناس اللي لسه في الخرطوم وهم اولادنا نحن ولسه الشغله ما باقى عليهم
فبيقوموا بيجي بيتكلموا كلمتين فضفاطات، وانا ذاتي